مرحبا، فقرتنا اليوم عن التنانير أو التنورة اللي هي رمز الأناقة والأنوثة وما بتستغني عنها أي امرأة. بتختلف أشكال التنورة تبعاً للموضة، والبداية اليوم مع التنورة اللي أنا لبستها تنرجع ننتقل لكذا لوك. معنا لليوم هو عبارة عن تنورة عليها رسمة ورود، الأمر اللي بيعطيها حياة، ومن خلال ألوان الورود فينا نختار لون التوب وحتى لون الشوز، وأيضاً ممكن نوضع أكسسوريز لإضافة لمسة أنوثة. هيدا اللوك صيفي بامتياز ومناسب جداً للظهرات بالنهار. لوك اخترنا العكس، قميص فلوري أو مشجرة مع سكيرت لون واحد. هيدا الإطلالة كلاسي ومناسبة جداً لعشاء أو خطبة. ثالث لوك هو الفورمال لوك اللي أكتر شيء معروفة فيه التنورة السوداء وبالأخص الخصر العالي المناسب للمرأة النحيفة. هيدا التنورة أساسية لكل امرأة عاملة وملائمة جداً لكل المناسبات الرسمية. رابع لوك اللي أنا شخصياً بحبه كتير، التنورة ملونة وفيها حياة، مناسبة للأجواء الصيفية، وأيضاً من مشتقات ألوان التنورة منختار لون التوب. أما الشوز فاخترت لون النيود اللي بيناسب جميع الملابس وبالأخص الملونة. من بعد ما شفنا كذا لوك وكذا تنورة، خلونا هلأ نشوف قميص وحدة لون أبيض مع كذا تنورة وعدة أكسسوارز. أول لوك بالقميص الأبيض اخترنا تنورة لون أورنج، ولكن كسرناها بلون الفولار أو الوشاح. هيدا اللوك مناسب جداً لغدا على بحر أو جبل. ثاني لوك بالقميص الأبيض أيضاً اخترنا تنورة لون واحد، ولكن بدل ما نكسرها بفولار كسرنا اللوك بأكسسوريز ملون. لوك عطيناه حياة من خلال تنورة كلها حياة بالورود الموجودين عليها. هيدا اللوك فينا نستخدمه بمناسبات عائلية. رابع لوك اخترنا تنورة من داونتيل لإطلالة أكثر أناقة وأنوثة. من بعد ما شفنا قميص بيضة مع كذا تنورة، هلأ رح نختار تنورة واحدة لون كحلة مع كذا لوك. مع التنورة الكحلة اخترنا عدة لوكات بتقدري تستفيدي منهم، بيكفي بس نغير التوب أو الشوز لننوع بين الكلاسي والسبورت. فقرتنا لليوم انتهت، على أمل أن تكونوا استفدتوا منها. باي باي.